بعثت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام فائقها السيد برقية عزاء ومواساة إلى الإخوة آزر وهاشم وعمار عبد الله الحمزي وشقيقتهم الدكتورة مواهب وكافة آل الحمزي بمحافظة عدن وصنعاء والخارج في وفاة والدهم المناضل عبد الله أحمد مقبل الحمزي جاء فيها. الإخوة آزر وهاشم وعمار عبد الله الحمزي وشقيقتهم الدكتورة مواهب وكافة آل الحمزي بمحافظة عدن وصنعاء والخارج المحترمون، بقلوب مكلومة نتقدم إليكم بخالص وأحر التعازي بوفاة والدكم المناضل عبد الله أحمد مقبل الحمزي الذي فقدناه وفقدته عدن وكل اليمن مساء أمس بعد صراع مع المرض. إن فقدان المناضل عبد الله الحمزي ذلك الذي قدم الكثير في ميادين الشرف والنضال انتصارا لمهام التحرر الوطني من الاستعمار البريطاني، وأسس ومول صحيفة المصير وندرها ناطقا رسميا باسم الجبهة القومية، وكانت منبرا متقدما في مناهضة الاستعمار وعملائه في عدن وكل الجنوب، وكذا داعما أساسيا لنضال أهلنا في الشمال حينها وصمودهم ضد الإمامة وأمام التدخل الخارجي الذي حاول أن يقوض أهداف الثورة والجمهورية ولكنه فشل كما يفشل اليوم. إن رحيل هذا العلم الوطني في هذه الظروف الصعبة خسارة كبيرة، إلا أن عزاءنا أن الراحل ترك لنا تاريخا مشرفا من النضال يكون إرثا للأجيال الحالية والقادمة يستلهم منه أهمية الانخراط في صف الثورة والدفاع عنها بنكران ذات عال وواضح المعاني. لكم الفخر بأنكم أبناء وإخوة وأهل هذا المناضل الكبير، ولوالدتكم رفيقة دربه، ولكل رفاقه في الحركة الوطنية اليمنية المناهضة للاستعمار والرجعية وكافة أشكال التدخل الخارجي سابقا وحاليا. واثقوا بأننا سنظل تلاميذ ننهل من ينبوع الفقيد المناضل ولن نكتفي. المجد للفقيد ورحمة الله تغشاه، ولكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. جرائم آل سعود بلغت ذروتها، يقتلون ويدمرون ويحاولون إبادة الحياة والحضارة والتاريخ بغاراتهم المسعورة على اليمن التي تدل على الإحباط في